بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد تحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط صباح هذا اليوم من أشواط التميز، أشواط النخبة، الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بالزمول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرى شاهين من قاد المجموعة بشعار محمد بن عبيد بن محمد، بشعار محمد بن عبيد بن محمد بن ملفي المزروعي، من انطلق بالصدارة وانطلق واندفع بناموس هذا الشوط. نسير مع المركز الثاني، نتابع أيضا ذيبان لعلي بن سهيل بن قاشوط المزروعي، من ينطلق مع المركز الثاني وثالث التحديات. رهني النادر لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بارة هملول يتسلل مع المركز الرابع. راشد بن عوض بن محمد المزروعي متابعا لانطلاقة هملول مع المركز الرابع وخامس التحديات. من الجانب الآخر أرى هناك الغزال لأحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري سادسا. مشاهدينا متابعينا الكرام، معزم الخليفة بن محمد بن سالم الدرعي ومع المركز السابع، المركز السابع من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا التحديات في هذه اللحظات والتسلل. مشاهدينا متابعينا الكرام، من الجانب الآخر من شاهين لسعيد بن عبيد بالعرطي الحميري، نعود مع المركز الثامن لأرى مايهاب لعلي بن راشد بن غدير، ينطلق مع المركز الثامن وتاسع التحديات من عمق الميدان أيضا والتحديات المثيرة في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحدي المثير والرائع. المركز التاسع من الجانب الاخر، ارى هناك مشقي لاحمد بن خلفان بن راشد بن غريطه هرق مزي، من يتسلل مع المركز التاسع وعاشر التحديات. نتابع عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الاول للعشر المراكز الاولى بتحديات واثاره هذا الشوط، وهو شوط خاص بالزمول المهجنات الأصايل في صباح هذا اليوم مع أشواط التميز، أشواط النخبة. نعود بالصدارة، نتابع البداية، وشاهين على رأس الحربة منذ البداية يقود هذه الجموع لمحمد بن عبيد بن محمد بن ملفي المزروعي، متابعا لانطلاقة شاهين من انطلق بالصدارة منذ البداية ومع المركز الثاني. أرى التحديات من ذيبان لعلي بن سهيل بن قاشوط المزروعي، يتسلل أيضا بدوره ويندفع منذ البداية بتحديات الكبار وإثارة أشواط التميز ومع المركز الثالث. من الجانب الآخر هملول لراشد بن عوض بن محمد المزروعي، نتابع المركز الرابع، نتابع التسلل للنادر لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي وخامس التحديات. الغزال من ياتي مع المركز الخامس لاحمد بن غانم بن يداه المنصوري، متابعا لانطلاقه الغزال مع هذه الكوكبه الخماسيه الماسيه المنطلقه ايضا مع مقدمه هذا الشوط ومع الكادر العلوي لقناه دبي ريسينج. سادس التحديات. من الجانب الاخر أرى مشقي يتسلل في هذه اللحظات مع المركز السادس لأحمد بن خلفان بن راشد بن غليطة القمزي، ياتي سادسا وسابع التحديات. القدوم من شاهين لسعيد بن عبيد بالعرطي الحميري، نتابع المركز الثامن. وأرى هني معزم خليفة بن محمد بن سالم الدرعي منطلقا مع معزم مع المركز الثامن، تاسع التحديات. مايهاب بشعار علي بن راشد بن غدير ومع المركز العاشر. نكمل النداء مشاهدينا متابعينا الكرام،
والسعر ياتي عاشرا ويابر بن حمد بن محمد بن عفير المري من ينطلق مع السعر مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الثاني وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في تحديات وإثارة أشواط التميز اللي تنطلق في صباح هذا اليوم مع هذا السن، سن الكبار، سن الحولي والزمول، ومسافة 8 كيلومترات. بدينا نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام، وبدينا نعادل أيضا لوحة 4 كيلومترات انتصاف المسافة والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط، والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة بعد المغادرة للوحة 4 كيلومترات. نتابع الصدارة وأرى هملول من قاد المجموعة، راشد بن عوض بن محمد المزروعي من يتابع انطلاقة هملول، يلي مع المركز الثاني الغزال، وشعار أحمد بن غانم بن يداه المنصوري من ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرهني ذيبان ينطلق أيضا مع المركز الثالث بتحديات الكبار، وعلي بن سهيل من قاشوط المزروعي من يتابع انطلاق الذيبان. المركز الرابع أرى التسلل أيضا والقدوم من النادر لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. خامس التحديات شاهين من الجانب الآخر لمحمد بن عبيد بن محمد بن ملفي المزروعي الكوكب خماسية، والتحديات خماسية منذ البداية مع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع المركز السادس أرى التسلل من مشقي لأحمد بن خلفان بن راشد القمزي من ياتي سادسا، والمركز السابع أرى القدوم أيضا من معزم خليفة بن محمد بن سالم الدرعي، ومع المركز الثامن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات في هذه اللحظات والقدوم أيضا والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من نجد لضاحي بن يمع بن ضاحي بن تميم، ومع المركز التاسع، المركز التاسع القدوم من السعر ليابر بن حمد بن عفير المري، وعاشر التحديات التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق مع المراكز المتقدمة، ولكن نعود بالصدارة. نتابع البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، وبدينا ننعطف مع المنعطف الأخير. يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات مثيرة، والنادر بدأ يتسلل، بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط. النادر مش بشعار زحيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني هملول راشد بن عوض بن محمد المزروعي. ولكن أرى التسلل، أرى التسلل من نجد لسعيد بن مبارك الزيعي الكتبي من ينطلق مع المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة، الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. ولكن نجد، نجد من انطلق بالصدارة، نجد من انطلق بالمقدمة، وهذا الشعار، شعار سعيد بن مبارك الزيعي الكتبي من قاد المجموعة في هذه اللحظات. يا سلام، النادر مع المركز الثاني بالشعار الجري سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ومع المركز الثالث أرى التحديات من هملول لراشد بن عوض بن محمد المزروعي. ورابعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك الغزال لأحمد بن غانم بن يداه المنصوري. ذيبان مع المركز الخامس بتحديات الكبار ينطلق أيضا بشعار علي بن سهير بن قاشوط المزروعي، ومع المركز السادس نتابع مشقي، نتابع مشقي لأحمد بن خلفاء بن راشد بن غليطة القمزي يتسلل أيضا، ينطلق مع المركز الخامس والسادس من الجانب الآخر. والسابع التحديات عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي، والقدوم، القدوم، 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 والتحديات أيضا من شاهين لمحمد بن عبيد بن محمد بن ملف المزروعي ينطلق مع المركز الثامن. تاسع التحديات
الكرات معزم الخليفة بن محمد بن سالم الدرعي، ومع المركز العاشر أرى القدوم أيضا من عنيد العبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي، يتسلل بأول ندى شعار الطنيجي مع المركز العاشر. مغادرتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للوحة الألف والخمسمائة متر النهائية، وأرهني على الصدارة. نتابع نجد على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، نجد على الصدارة والتحديات القادمة. نتابع حملول مع المركز الثاني بهذا الشعار، شعار راشد بن عوض بن محمد المزروعي، ولكن أرى ذيبان من الجانب الآخر. ذيبان وأيضا ينطلق مع المركز الثالث بهذا الشعار، شعار علي بن سهير بن قاشوط المزروعي. يا سلام، الكوكبة ثلاثية، والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، وذيبان يتسلل ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة بهذا الشعار. يا سلام، تحديات مثيرة. علي بن سهير بن قاشوط المزروعي من يتابع انطلاق الذيبان. المركز الثاني التحديات الرائعة من نجل سعيد بن مبارك الزيع الكتبي، والقدوم من الغزال لأحمد بن غانم بن يداه المنصوري، والتحديات القادمة من عنيد لراشد بن حارف بن محمد الشامسي، ومع المركز الخامس ما يهاب بشعر علي بن راشد بن غدير. اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير. يا سلام، ذيبان ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة، أشواط التميز، والغزال بدأ يتسلل بشعار أحمد بن غانم بن يدا المنصوري، والتحديات من عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي. اللحظات الأخيرة، والموقف خطير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الغزال بدأ يتسلل في اللحظات الأخيرة الغزال على الصدارة والسلوب، ولكن عنيد عاند الجميع. تهانينا العبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي على فوز عنيد بالمركز الأول. لحظات وصوله إلى خط النهاية فاجأ الجميع في الأمتار النهائية. المركز الثاني لراشد بن حارب الشامسي، المركز الثالث معزم أو ذيبان يصل مع المركز الثالث لعلي بن سهير بن قاشوط المزروعي، المركز الرابع والخامس والبقية بن حين الأعضاء. خط النهاية، نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول عنيد إلى خط النهاية. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول. تهانينا لعبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي على فوز عنيد بالمركز الأول. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 31 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لعبيد بن حامد الطنيجي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. اللي وصل مع المركز الثاني عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي، يقطع المسافة في 13 دقيقة 32 ثانية 4 أجزاء من الثانية. وبينما اللي وصل مع المركز الثالث ذيبان، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات وصول ذيبان بشعار علي بن سهيل بن قاشوط المزروعي، 13 دقيقة 32 ثانية و5 أجزاء من الثانية.